بالامل قادرين نغير كل حاجه ونبني مصر خطوه خطوه الحلم يكبر كل بيت في بلدنا قصر في البلد دي حاجات لا يمكن في بلد تانيه تلاقيها مصر بلدي اللي قصاد الدنيا دي بتبابي اي حاجه مستحيله تبقى بالنسبه لنا سهله كل حلم كبير بيبدا من ما في نشوف بدايه جديده جايه لبكره احلى بكره نعمل ذكريات ما تتنسيش انت تحلم مصر تعمل كل ده بحق وحقيق مصر واخده مسار جديد فيه بتخلالك طريق كل ده لابنك وابني للصغير والكبير كل ايد في بلدنا تبني بكره جاي وكله خير اي حاجه مستحيله تبقى بالنسبه لنا سهله كل حلم كبير بيبدا من ما في هنشوف بدايه جديده جايه لبكره احلى بكره نعمل ذكريات ما تتنسيش احنا هو ده الأمل الوحيد لينا في الفترة اللي جاية انتوا راس مال البلد دي والطموح ملوش نهاية كل لازم تعدي وكل جيل نقطة بداية أي حاجة مستحيلة تبقى بالنسبة لنا سهلة كل حلم بأيدي متكاتفة حدودنا هي السماء والبداية من أرض عاصمتنا الجديدة نوضح للعالم أن من بنى هذه المعجزة في شهور قليلة سيصنع معجزة في بناء ذاته وتنمية نفسه ومحيطه أهله وإخوته ببرنامج ينفذه بالفعل ولذلك نتشرف الآن بدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته فليتفضل